ليكم يا اصحابنا، عاملين ايه؟ معاكم جوزي من قناه عالم جوزي وجايده. النهارده زي ما قلت لكم يا اصحاب هعمل ماما تحدي. ماما دلوقتي عملت مكرونه، خشوا شوفوها على قناه عزه هوم. وانا قلت لها سيبري 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 وانا راح اعمل. بصوا يا اصحاب، انت اللي هتعملي ايه اساسا؟ فراخ. فراخ ايه؟ بنين. طب وري الاصحاب ايه فراخ بنين. يس يس. مين اللي قطعها؟ ماما. تمام. طيب دلوقتي نمشي على الخطوات واحدة واحدة. اول حاجة بنعملها ان احنا نتبل الايه؟ الفريخ. نتبل الفريخ صح؟ طيب نقول لهم دلوقتي التوابل. اوكي يلا بينا يلا بينا. قولي لاصحابك بقى كده على التوابل اللي في الطبق لو انت شاطرة. ليمون. امسكي الاول كده الطبق قربيه. بس اهم حاجة الليمونة. ماشي صح تمام. قبل الليمونة بقى معانا ايه؟ البهارات. التوابل. صح صح. فلفل اسود. فلفل اسود. توم باودر. بصل باودر. فين بصل باودر؟ هو ده جنبه ده اللي قبليه. ده انا واحد ده كاري وكركم. وكاري وكركم ونحط رشه صغيره من الجنزبيل. هقول عشان ما نلخبطش اصحابك. فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. طلعي ايدك لفوق شويه قولي يلا. وكاري كاري وكركم ورشة صغيرة من الجنزبيل وكمان رشة صغيرة من الزعتر وبرده شوية صغيرين من الحبهان الناعم. تمام. لو في بابريكا وبيحب يحط بابريكا يحطوا ايه؟ بالمرة. يحطوا بالمرة. يلا ان شاء الله ما حد حوش. طيب ومعانا ايه تاني؟ نص ايه؟ ليمونة. نص ليمونة. وهنجيب من هنا ايه؟ الحاجات اللي فوق ايوه. ده اسمه دبسي رمان. يس يس. وايه تاني؟ ده صويا صوص. يس. يلا بقى جاهزه ان شاء الله. يلا بينا. جاهزه ان شاء الله. جاهزه. يلا اول حاجه هنعمل ايه؟ هنقلبهم من دول مع بعض. قلبي التوابل مع بعض. شطوره. استني طب اجيب الكاميرا واقرب شويه. اوكي استني. يلا كده قربنا اكتر عشان اصحابك يشوفوا كويس. قلبيهم كويس جدا مع بعض. تمام. ايوه ما هو لازم كده. يلا بعد كده هنعمل ايه؟ نجيب طبق. يس يس. حطي على الرخامه. اشتغل على الرخامه. وسع كده واشتغل على الرخامه. دي ورايا. يس. كملي. حاولي دايما طول ما انت شغاله توسعي كده لنفسك مكان تشتغلي فيه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ حطي الفراخ هنا. هنا اهو. ماشي. يلا رصي رصيها كده بالراحه. شوكة. اللي انت عايزاه بس باغسلي ايدك. مش لازم شوكه بس باغسلي ايدك. رصيها بقى كده جنب بعضها. هنرصها عشان نوزع عليها الايه؟ التوابل. صح شطوره. بس خليكي سريعه شويه لما تقفي في المطبخ. حاولي تكوني سريعة على قد ما تقدري كده. اهو. أيوة دلوقتي اهو آخر واحدة. حلو كده. يلا دورية والسمكين. يس صح كده. كده احنا بنتعلم من ايه؟ اغسل ايدي الاول. يس احرش. يس شطورة. يلا نكمل بقى باقي الخطوات. امسكي الطبق الاول. امسكيه. ايوه. يلا وزعي بقى كل التوابل على الفراخ كلها. يس اسرع. كفايه كده بقى على الوش ده. ماشي. تمام. دلوقتي ايه؟ ارش شويه ملح. تمام. امسكيها بقى كده رش حلو برضو عليها كلها. يس يس يس. بس خلاص 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 كفايه قوي كده ملح. نقلبها بقى على الوش التاني وبرضو نوزع عليها ايه؟ التوابل. التوابل تاني. يلا قلبيها بقى على الوش التاني جنب التاني. يعني شطورة علشان تبقى واخدة ايه؟ طعم من الناحيتين. صح كده. صح. بس احنا مش هنرش ملح تاني لان انت رشتي ايه؟ بالبركة. صح. يبقى كفاية التوابل. شطورة. اسرع. حاولي تكوني اسرع لما تكوني واقفة في المطبخ يا جودي. يس. يلا رشي التوابل. خلاص ماشي. لازم لازم. يلا رشي بقى توابل على الجنب ده كمان. رشي وبإغسلي ايدك في الاخر بالمرة. يلا شطورة. يس. كله 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 كله. شفت بسرعة ازاي؟ يا سلام على السرعة.
كده هو اي حاجة. يلا خلصت كله. شطورة. طيب حطي طبق في الحوض قبل ما تغسلي ايدك. قبل ما تغسلي ايدك نعمل خطوة بالمرة. اعصري الليمونة بالمرة. ايوه لو عايزه تعصريها على الشوك اعصريها. او سوري في هنا فين بتاعتي؟ اهي. يلا بالمره كده عشان تغسلي ايدك، وحطي اللي في ايدك دي كمان في الايه، في الحوض. يس. ممكن تاخدي نص الليمونه التاني تعصريه وراكي. الليمون حلو علشان ايه؟ علشان يضيع زفاره الفراخ. شطوره. خلصت؟ يس. يلا نغسل بقى ايدينا ونكمل. يلا بينا نكمل. يلا كده تمام. نحط صويا صوص. يس نحط الصويا صوص. يلا لف كده لفه دايره كده. شطوره. كفايه. يس نحط ايه؟ دبس رمان. يس ده كبير قوي. لا هينزل دلوقتي ما تخافيش. لا والله اعملها يعني. لا يلا بسرعه 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 بس خلاويز. فكرة حلوة. يلا نعمل ايه بقى؟ نرجع كل حاجة مكانها صح؟ يس رجعي دول مكانهم. اوكي شطورة والله. انا كنت اقول حاجة تانية بس شطورة. بعد كده انا هاخد الطبق. يس يا سلام شاطر. نحط يعني دول نحطهم كده. قلبيهم بس كده الاول تقليبة بايدك كده بسرعة. بايدك الاتنين. يس بايدك الاتنين كده. كده ايوه. انا خايفة. لا ما تخافيش. يلا ما تهزريش يا جودي. يلا حبيبي. ايوه كده ايوه كده ايوه كده شطور. يس يلا رجعيهم بقى كده الطبق تاني بسرعه بايد واحده مش لازم بايديك الاتنين. اسرع. كده حلوه قوي. نزلي بقى كل التتبيله اللي في الطبق دي كلها كده تنزل على الايه، على الفراخ برضو ما نسيبش منها اي حاجة. خلاويص كلها كده تمام. يلا كده خلاص. كده بقى نغسل ايدينا ونحط اسمه ايه الطبق ده فين؟ نحطه في التلاجة وبعد كده نقليها سوا. تمام يلا بينا. اغسلي بس ايدك الاول وهتغسلي كل اللي في الحوض ده خلي بالك. ايه دلوقتي خرجتها من التلاجة يا اصحابي. تمام جهزنا ايه بقى؟ الدقيق. يس البيض. يس الفوجيتور. ومعانا طبعا عشان بعد ما نخلص نرص القطع فيه. حطينا ايه طيب على البيض؟ فلفل اسود. يس اضربيه بقى الاول كويس كده. يس يلا بسرعه. نو 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 كده اهو. يس ايوه يلا كفايه. خلاص بقت ميه. هو كده هي لازم تبقى كده. يلا هنعمل بقى دلوقتي الخطوات بتاعتنا ايه؟ نحط الدقيق. امسكي بس قطعه قطعه. بصي للي في ايدك. يس الأول الدقيق صح كده بسرعة وننفضها كويس. بشوف ماما بتعمل كده صح. بعد حط وبعد كده على البيض وما تنزليش ايدك في البيض. يس حطيها في البيض واقلبيها بالشوكة كده. لازم ناخدها من حرفها يا جودي. من هنا. يس يلا اقلبيها تمسكيهاش. يس كده اهو. ايوه صح. طلعيها بقى كده من البيض من حرفها برضو. لا يلا اهو. يس يلا على البقسماط. يلا ما تمسكيهاش. يس يلا غرقيها بقى بقسماط. بقسماط كتير كتير كتير. كده اضغطي عليها. ايوه كده. تاني حطي بقسماط تاني كتير. لازم تتغرق فيجيتور وبقسماط. اضغطي عليها. يس عشان البقسماط يمسك فيها. تاني نفضيها بقى. لازم ننفضها من اي زيادة ما مسكتش فيها. عارفة ليه يا جودي؟ علشان الزيادة دي لو ما نفضتيهاش اول ما هتتحط في الزيت هتنزل كلها في الزيت وهتحرقه بسرعة. يلا نفضيها كويس. نفضت. يس رصي بقى في الطبق. تعملي واحدة كمان. يلا الدقيق. يس البيض وما تحطيش ايدك في البيض. يس بالشوكة اقلبيها. شطورة تمسكيهاش.
في البيض ما بنمسكهاش. خلاص كفاية، هي اتغرقت، امسكيها من حرفها عشان ماسكة الشوكة بالشقلوب يا جودي. كده اهو، يس، مش راضي. متمسكيهاش. انت كده بتصطادي. يلا أخيرا الحمد لله، يلا افرديها بقى بالراحة، كنتش عايزاكي تمسكيها، مش مشكلة، افرديها وغرقيها بقسماط واضغطي عليها قوي قوي قوي. ايوه غرقيها بقسماط اكتر اكتر واضغطي عليها قوي. يس يس، ونفضيها بقى، تكملي بقى الباقي بنفس الطريقة. شطورة، فكرة حلوة يلا. كده، ونفضها يس صح؟ يس وقت خلصت؟ يس، شطورة، الدنيا اتبهدلت سنة بسيطة بس مش مشكلة، مش مشكلة، هنضفها شطور. دلوقتي دلوقتي، لازم هنعمل ايه؟ نوسع المكان. أول حاجة هنشيل الأطباق دي هنا علشان نفضيها ونحطها في غسالة الأطباق عشان دلوقتي نوسع هنوسع مكان. المكان، صح كده، نخلص كده ون ايه ونحطها في غسالة الأطباق. بس هنحط الفراخ في الثلاجة. أيوة، ننظف بقى المطبخ كده ونلم الدنيا، وبعد كده نرجع ايه تاني. نقليها. تمام، تمام، يلا شطور. أخيرا آخر خطوة، دلوقتي بقى عملنا ايه؟ سخنا الزيت. ياس، جهزنا الزيت هنا، وكمان ده اتحط شوية في التلاجة لازم علشان كله كده يمسك في بعضه. قولي يلا بقى كده بسم الله، وانزلي على الزيت بالراحة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحة خايفة بالراحة، لا شوية. بالراحة حبيبتي، يلا ما ترميهاش ما ترميهاش، بالراحة، شطورة، واحدة كمان، شطورة، يلا حبيبي ما ترميهاش. ياس، شطورة، خلاص نسيبها بقى لما تاخد لون أيوة. ونطلعها. ياس، مبسوطة. يلا حبيبي دلوقتي بصي خدت لون حلو ازاي، يلا كده بقى نلحق نطلعها. صفيها الاول من الزيت، صفيها تاني تاني تاني، يلا حطي هنا في الطبق، يلا كله بقى بسرعة صفيها كويس. كويس، شطورة، بصوا خايفة ازاي. بس شطورة والله، صفيها كويس، يلا تخافيش، شاطر. نكمل نكمل، يلا امسكي الطبق وحطي تاني، حطي هنا، هاتي المعلقة، امسكي بقى الطبق وحطي تاني بالراحة، ما ترميش يا جودي، بالراحة خالص، خلي ايدك تنزل بالراحة بالراحة بالراحة. ياس، شطورة، شوفي بقى المرة دي أحلى من المرة اللي فاتت ازاي، يلا بعيد عن الحتة الأولانية بالراحة، شطورة. ياس، واحدة كمان، لا ما ترميش كده، بالراحة بالراحة، لا لا بالراحة ما تخافيش، يلا واحدة كمان، واحدة كمان في الحتة الفاضية دي، يلا بالراحة ما ترميش، بالراحة، اوعي ترمي، سيبيها بالراحة بس. كده بقى هنا بس، معلش بقى ما اتصورتش مظبوط، مش مشكلة مش مشكلة والله. بصوا كده هنا حطت اخر جزء من الفراخ البانيه، وطول ما الفراخ البانيه كانت بتتحمر جودي كانت بتعمل ايه؟ صح، شطورة، نشفي بس كده، يلا نشفي بقى كده كويس، ورجعي كل حاجة مكانها عشان تطلعي آخر حبة من الفراخ البانيه. ياس، شطورة، بص الفوط بقى عامل ازاي، فلة، تسلم ايدك. ياس، يلا بقى كده نطلع هنا، يلا بس لسه عايزة تقلب على الوش التاني الأول. دلوقتي خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، شطورة، بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي هنطلع طبق، طبق نضيف بقى يكون شكله حلو نحطه على السفرة، يلا شاطر طلع، يلا يس، رص فيه بقى كده القطع البانيه بشكل حلو كده، شطورة، سخنة معلش، دلوقتي احنا فضينا، شطورة، شكله كده أحلى في الطبق النضيف. هنعمل هنا بصي ايه؟ بصي يا أصحابي، لازم نشيل دي كده عشان مليانة زيت. يس،
هنا. هنحط ده كده زي ما هو في غساله الاطباق ولا نعمل ايه الاول؟ نشطفه. يس يلا شطوره. يس ماما علمتني الحركه دي. انتي شاطره. يلا يلا هنحطه فين بقى؟ يلا شطوره اهو. يس كده. يس يلا انا دلوقتي خلصت. معلش بالروح. بصوا بقى ايه، قولي بقى انت لما ندخل المطبخ ايه لازم ننضف بعد ما نعمل الحاجه اللي احنا. يس يعني مش ندخل نساعد ماما في حاجه ونبهدل الدنيا في ايه، في حاجه تانية صح. يلا بقى كده وري اصحابك الطبق شكله عامل ازاي. ارفعي ايدك فوق شويه. واو والله يا جودي بسم الله ما شاء الله عليكي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديده. وباي باي باي باي.